تجربة فريدة من نوعها تم تطبيقها منذ سنوات في قرية الحرانية بالجيزة. استهدفت التجربة تغيير المجتمع بالفن، حيث تم منح أطفال القرية الفرصة أن يطلقوا العنان لخيالهم وتشجيعهم على استخدام خيوط النسيج بحرية دون قيود أو توجيه. حصل كل طفل على الكثير من الاهتمام حتى يتم تشكيل شخصيته بشكل منفرد يميزه عن غيره. أثمرت تنمية الحس الإبداعي إلى أن تحول كل طفل إلى فنان مبدع له طابع خاص. حققت التجربة نجاحا كبيرا، لتبدأ بعدها الحرانية رحلتها من قرية زراعية لتصل إلى شهرة ليست فقط محلية بل وعالمية في صناعة السجاد والكليم اليدوي. ويستمر النجاح إلى أن أصبحت نموذج لموقع مصري تراثي فني ومميز يحقق التكامل بين الطبيعة والإنسان. لوحة فنية مفعمة بالحياة. تم اختيار المجموعة الأولى التي بدأت صناعة السجاد اليدوي بدون شروط، إيمانا بأن كل شخص لديه القدرة على الإبداع إذا أتيحت له الفرصة. بدأت هذه المجموعة في الخمسينات من القرن الماضي بالعمل بشكل عفوي دون إلزامهم باتباع قواعد محددة أو الالتزام برسومات مسبقة لشكل العمل الفني. عمل مركز الفنون بالحرانية بشكل متواصل منذ افتتاحه عام 1951 لأكثر من 60 عاما. واجه الفنانون أثناء عملهم العديد من الصعوبات التي طالما نجحوا في تخطيها، مما كان يعطي قيمة أكبر لكل سجادة أو كليم مصنوع يدويا. يقوم الفنان بنسج لقطات من حياته ومن الطبيعة بخيوط من صوف الغنم، يستمد ألوانها من النباتات التي يزرعها، وكأنه يعكس جزءا من الطبيعة التي تحيط به في كل سجادة ينسجها. فتخرج لوحة فنية مفعمة بالحياة لا تتكرر. جيت هنا وانا عندي 9 سنين ارسم ناس، سوق، غطان، زهور. الفكره بتيجي من الطبيعه. طول 50 يعني كنت بعمل نخله، بعمل شجره. اصابع ذهبيه تشكل قطعه استثنائيه. هذا النساج الذي تبدو عليه علامات البساطة وهو يعمل على النول الخشبي هو في الواقع يتميز ببراعة ومهارة في عمله الذي يقوم به بإتقان شديد بجانب موهبته الفطرية. يحتاج الفنان إلى أكثر من 20 عاما من الخبرة حتى يستطيع نسج سجادة مصنوعة يدوية بجودة عالية. يضع الفنان تصور للشكل النهائي لعمله قبل أن يبدأ العمل على النول. يستغرق العمل بالسجاد اليدوي الكثير من الوقت الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى عام كامل من العمل الشاق اليومي المستمر. تتميز معظم اللوحات الفنية المنسوجة بأنها مستوحاة من البيئة المصرية التي تنعكس في جميع أعمال المركز الفني بالحرانية. يترجم الفنان أفكاره خلال مراحل التنفيذ المختلفة، وتبدأ أصابعه الذهبية في تشكيل قطعة استثنائية ينبهر كل من يراها
بجمالها الملفت والساحر. تعلمت نسيج في وقت قليل قوي، وطبعا بالنسبه للتعليم النسيج والرسم كده، كل ما تعيش اكتر في الفن كل ما تتعلم الرسم احسن، يعني كل ما ده كل ما بتتطور احسن من الاول. الرسم بيجيني منين؟ انا والله يعني بيجيني من الواقع، من الحياه، ان احنا عايشين في الريف، ويا اما بنرسم من الريف، يا اما نرسم السوق اللي احنا بنروحه، يا اما نرسم اللي بيحصل في القريه او من الاشجار اللي حوالينا والنباتات اللي حوالينا. فطبعا بتختلف من واحد لواحد في الرسم. بالنسبه للوحه دي العرض بتاعها 180 سنتي، وان شاء الله هتبقى طولها 3 متر ونص، يعني متوقع ان هي تخلص في 10 شهور كده. فن نادر يخطف الانظار. نجح مركز الفنون بالحرانية بما يتميز به من فن نادر إلى خطف أنظار العديد من المشاهير من مختلف أنحاء العالم. قام الكثير من الملوك والأمراء بزيارة هذا المكان الرائع، ومنهم ملك وملكة السويد، ملكة النرويج، ملكة البحرين، والأمير صدر الدين أخا خان. افتتحت الأميرة ديانا معرضا لمنتجات السجاد والكليم المنسوج يدويا بمركز الفنون بالحرانية في لندن عام 1985. أعجبت الأميرة ديانا بجمال الأعمال الفنية والفكرة النبيلة وراء هذه التجربة التي غيرت بالفن حياة الكثيرين. قدمت العديد من المتاحف والمنظمات في بلدان مختلفة إنتاج المركز الفني بالحرانية من السجاد والكليم، ومنهم في لندن متحف فيكتوريا أند ألبرت، في مصر دار الأوبرا بالقاهرة، السويد مالمو، إيطاليا متحف الفاتيكان، جنيف مبنى الأمم المتحدة. والدتي كانت الله يرحمها جارية محمود من الجيل الأول، فأنا كنت باجي معاها من وأنا صغيرة، من وأنا طفلة رضيعة أصلا، فكنت علشان يعني شوية كده لما بقيت أعرف أمسك المشط والشوك كنت بحاول ألعب لها في شغلها، فهي كانت بتخاف على شغلها، فبدأت تسدي لي حتة صغيرة، ابتديت أشتغل فيها على إني يعني ما ألعبش في شغلها. بعد كده حسيت إن أنا حابة الشغل وممكن أرسم حاجة من دماغي. الفكرة بتجيني مثلا من إيه؟ يعني أنا بتمشى بالجنينة، هي دي الصورة اللي بتفرج عليها، دي النباتة اللي هنا ودي النباتة اللي هنا، وانا شغاله بقى يعني اثناء الشغل الفكره ممكن تجيب حاجات تمشي مع بعضيها. يعني مثلا دي حاجات رفيعه فببقى عاوزه ورقه كبيره عشان توزن السجاده وتخليها يعني تخليها لوحه يعني متكامله. حتى لو مشيت في طريق وشفت حاجه حلوه بتعجبني بحطها في دماغي، وممكن ما ارسمهاش بعد سنه ولا بعد اتنين لحد ما احس ان انا عاوزه اطلعها. دلوقتي مثلا لوحتي هي اللي بتتعرض، اللوحة بتاخد مني مثلا 7 شهور 8 شهور 9 شهور أو سنة حسب وقت فراغي وحسب كمية أو حسب الشغل اللي في اللوحة. في لوحات بتبقى مثلا مش من الطبيعة من دماغي، دي بتاخد مني مجهود جامد لأنها أنا اللي متخيلها. بس عندي لوحة كعب البحر اللي هي في متحف الحضارات في باريس، اللوحة طولها 33 وعرضها 2 متر، كانت بتتكلم على الشعب المرجانية. كانت مش أول لوحة عملتها كعب بحر، أنا عملت حوالي 7 لوحات أو 8 لوحات كعب بحر. عملت ينابيع النهر، لوحة عن نهر النيل، بس من يعني
مش نهر النيل غيطان، نهر النيل ورود وصخور وشجر وغاب وميه، والميه والسماء لادمين في بعض، يعني الميه والسماء والصخور وعليهم طيور. دي برضو خدتها مذيعة أمريكية وهدتها المتحف هناك. مبسوطة أن شغلي أو لوحاتي لفت العالم كله، بلاحظ ده فعلا في السياح الأجانب أو الوقت السياحة العربية، يعني بقى عندها بقى فيها يعني مردود جامد هنا سياحة الدول العربية مش الأجانب بس. بحس بانبهارهم لما بيتفرج بشغلي، يعني ممكن اللي بيبقى واقف جنبي ده يعني حاجة كبيرة جدا في مجاله، بس بحس أنه عاوز يقعد على الأرض عشان يحسس على لوحتي. يعني اما بيمسك بس الشغل، لما بيقول لي ايدك تعبانه من الخيوط، يعني بحس بتقديرهم لما بيتفرجوا على شغلي هنا، يا بال بقى لما بتتعرض بره، يعني اكيد بتبقى رفع اسم مصر واسم بلد. والدتي لما سافرت الله يرحمها انجلترا كان في 85، كان افتتاح المعرض اللي بتفتتحه الاميره ديانا، يعني حكيت لي عليها وعلى كل اللي كانوا موجودين، قالت لي يعني كان ناقصي، يعني مش عارفة توصف قد ايه تواضعها وانبهارها بالشغل وبيهم.